بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. السؤال الأول يقول صاحبه: هل يجوز حضور الدفن في مقبرة يوجد بها ضريح وهذا الضريح لا يتبرك به إلا في النادر؟ يجب على المسلمين أن يزيلوا هذا الضريح ويجعلوا القبر مثل سائر القبور، ليس عليه ضريح. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. والمشرف يعني المرتفع المبني عليه بناء، يعني اهدم البناء واجعل القبر مستويا بالأرض ليس عليه بناء. فيجب على المسلمين أن يزيلوا هذه المباني وهذه القباب التي على القبور وهذه المساجد التي على القبور، يجب عليهم أن يزيلوها وأن لا يتركوا في مقابرهم مباني وأضرحة ولا في مساجدهم. هذا هو الواجب عليهم،